جاينا من احد المتابعين على القناة بتاعتنا يا جماعة. اختنا بعت لنا الميزان ده من المنوفية. الميزان ده بتقول كام بتاع والدتها ونفسها ان هو تشوفه جديد ونفسها ان هي تستخدمه. ميزان ماركة محترمة جدا، مش موجود حاليا جديد منه اصلا وما نعرفش نجيب منه جديد. ميزان حمولته 30 كيلو. لو عندي انا ميزان زي ده فاحنا حبينا ان احنا نعرفها ان احنا هنجدد الميزان ده على القناة بتاعتنا، وهيبقى تعرف ميزانتها اتحصل فيها ايه بالظبط. هنجددها لها وهنصلحها باسهل الطرق جدا. حاجة يعني هنرجع الميزان ده زيرو. طب يلا نعرف ازاي هنقدر نرجع ميزان زي ده زيرو بنفس الاسلوب بتاعنا كده. شايف الميزان عامل ازاي؟ شايف وضع الميزان؟ الميزان شايفينه؟ ده هقدر اخليه جديد، اقدر اخليه يشتغل، اقدر اخليه كانه طالع من كيسته. اقدر اخليه كانه طالع من كيسته. هخليه جديد، هخلي الميزان ده جديد يعني. طيب اقدر اعمله؟ طب يلا نبتدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الجمال. النهارده هنعرض لحضراتكم ميزان زي ده. ميزان زي ده ازاي اقدر اصيم ميزان زي ده؟ ازاي اقدر اجدد ميزان زي ده؟ ازاي اخلي ميزان زي ده جديد لو الميزان ده عندي مرمي بنفس الاسلوب كده؟ ازاي اقدر؟ سهل جدا ان انا اقدر اجدد ميزان زي ده، سهل جدا ان انا هقدر اصيم ميزان زي ده. ايا كان نوعيه الميزان، ايا كان شكل الميزان، نقدر نجدده؟ هنقدر نجدده. انت تقدر تجدده؟ هتقدر تجدده. لو انت حابب انك تجدد ميزانك هتقدر تجدده. لو انت حابب انك تصيم ميزانتك هتقدر تصينها. حضرتك لو في اي تعليق وقف قدامك مش فاهمه هتسيبه لنا واحنا هنرد على حضرتك. طب يلا بينا نبتدي. ازاي اقدر اصيم ميزان زي ده بكل سهوله؟ اول حاجه كده يا جماعه، الميزان عندي ده بيتحرك، يبقى معناته اولا كده في مسامير سايبه، في حاجات سايبه. تعالى نشوفه من جوه الاول كده هيبقى وضعه ايه. اول حاجه كده بفك المسمار اللي هو في الجنب ده. زي ما هو ظاهر معايا الميزان كده من جوه اهوت. طيب ده ايه اللي بيحركه او ايه المسؤول عنه؟ المسؤول عنه ان في عقرب هنا اهو ماسك ده اهو، اهو هو اللي واقع بالمسمار بتاعه. طيب وايه اللي بيحرك اللي هو ماسك العمود ده؟ اللي ماسك العمود ده حاجه في الظهر هنا اهي، مسامرها سايبه اهي. طيب اول حاجه بربط المسامير اللي عندي ديت اهيت اللي في الظهر دي، ولو بتلف على الفاضي بستخدم مسمار بصاموله واربطها. بقوم جاي فاكك بقى الميزان كده مفوره قدامي كده خالص. ده مركون بقاله ولا 200 سنه. عندي بمسح الميزان بتاعي من جوه كده عشان اقدر اشتغل فيه، ويقدر يظهر معايا حاجه عاوزه صاموله، مسمار عاوز يتغير، حاجات زي كده. حاجات سهله جدا يا جماعه، والله حاجات سهله جدا، ما بتاخدش اي وقت، ما بتاخدش اي مجهود. اهو عند المسمار ده بيلف على الفاضي، ببص على المسمار ده اللي بيلف على الفاضي ده اهو، بفكه خالص اللي بيلف على الفاضي ده. حتى هما كانوا رابطينه بمسمار بورما اهوت، بجيب مسمار بصاموله. المسمار بجيب مسمار مكان اهوت، سواء مسمار بصاموله حتى لو ما لقيتش مكان مقاس المسمار، فبجيب مسمار بصاموله حتى سواء رفيع سواء ما المسمار مثلا تخين، بقدر احطه واربط، احط الصاموله من الناحيه الثانيه واربط عليه هيمسك في بعضه. انا عندي المسمار هنا عندي نفس مقاس المسمار فبحطه وبربط عليه. تمام، بعد كده بربط، بشوف المسامير اللي عندي بتبقى سايبه هنا
وبربط عليها كده تمام كده، مسامير كلها ثابته وتمام، ما عنديش ادنى مشكله في الموضوع. طيب برجع بعد كده العقرب عندي الدراع اللي هو متني خالص دوت بقى، ما لو انا اقدر اظبطه او بدراعي بالناحيه الثانيه كده امسكه وادني ارجعه تاني. كده انا عدلت اول حاجه كده مبدئيا، برجع بعد كده اشوف بقى من جوه عندي ده هو اللي سايب، هو عامل مشكله، هو اللي بيخلي الميزان يروح ويجي كده. طيب بشوف له المسمار بتاعه ايا كان حجم المسمار، او مسمار بصاموله الحديد نفسه ولا هحتاج له صاموله، لا طلع بيمسك تمام. بقوم جاي جايب العقرب بتاعه ومركب عليه المسمار اهو، وبمسك المسمار على الفتحه بتاعتي اهو، كده انا ربطت المسمار مع الدراع. طب ابص للميزان اللي كان بيتهز، ما عادش بيتهز، شفت احنا فاكرين اللي كانت قويه كده الميزان بتاعي. طيب بنسبه كام كده انا صلحت الميزان؟ بنسبه 80% انا صلحت الميزان، يعني هو اللي انا عملته ده هو ده تصليح الميزان؟ اه هو ده تصليح الميزان بنسبه 80%. طيب ارجع ايه اللي فاضل لي بنسبه 20%؟ فاضل لي العقرب اللي انا هصنعه من معلقه، من معلقه بس، وانتهى الفيلم على كده. يعني هو ده تصليح الميزان؟ اه والله هو ده تصليح الميزان، اه ده الميزان. طيب ابص على الميزان عندي هنا في عقرب هنا اهو، عندي العقرب ده اللي هو ظاهر عندي ده، اول حاجه كده قبل ما اربط المسمار ده، قبل ما اربط المسمار ده ابص عليه هل بيلف؟ لما اجي اضغط من هنا بيلف؟ اه بيلف اهو، يبقى كده انا عندي الميزان ده كده تمام، سستته تمام، مفيش ادنى مشكله. اجرب الدوران بتاع الميزان ده بيلف برده اهو، اه بيلف معايا والامور طيبه. طيب بعد البامزاني تمام، اقفل الكفر بتاعي، بس بمسح الميزان ده مسحه حلوه عشان اقفل الكفر على نظافه. اجيب المسامير بتاعتي بعد ما بقفل الغطا بتاعه اهوت يا جماعه، بجيب المسامير بتاعتي اهيت واربط المسامير على الغطا بتاع الميزان اهو. تمام. اربطه جامد، بعد كده خلصت انا مبدئيا كده. طيب بلف الناحيه الثانيه واربط الغطاء بتاع الميزان اللي هو الناحيه الثانيه الجنب الثاني اهو، واجيب المسمار بتاعه، سواء المسمار موجود سواء مش موجود، اي مسمار، حتى لو مسمار بورما، مسمار بورما من اللي هو الاسمر، اي مسمار وبربطه كده اهوت يا جماعه. اشوف المسمار يكون على سن طخنت السن وبربطه لغايه اما المفك يقف معايا، ما عادش فيه مجال، خلاص الموضوع كده انتهى. بعد كده يا جماعه انا خلصت كده مبدئيا، فرشه سلك زي دهيت وابدا اكحت الميزان، اطلع الريش والحاجات اللي هي مستخبيه ورا كفه الميزان دهيت. انا كده تمام تمام. اجي بعد كده بقى عندي هنا ابتدي في العقرب ده، العقرب ده هبدا اضطر ان انا افكه لانه شكله كده العقرب ده هيتعبنا، لان الصاموله مصديه في قلب السن، فهنبدا ان احنا نفكه، نحاول ان احنا نفك العقرب ده. هو لها كذا طريقه، انا ممكن الحم واتعامل عليها على العقرب نفسه وهو موجود كده عادي، انا ما عنديش ادنى مشكله، اقدر ان انا اعالج الموضوع وهو العقرب راكب فيه، فكيته خير وبركه، ما فكتهوش خير وبركه برضه، يعني مش شرط او مش هيوقفني الموضوع ده خالص. فاحاول ان انا افك وارص على العقرب، هو بيتهيألي ان العقرب كده حالف ان هو مش هيتفك خالص، فاحط عليه نقطه كده وازيد دوبل مره كده. بسم الله. للاسف العقرب ده مش هيتفك يا جماعه، فارجع اعدل سن العقرب معايا زي ما كان كده، واعدل البوز بتاعه اهو، امسح بقى الكفه اللي عندي ديت من جوه الداخليه كده
قد ما احس ان انا مرضي كده، ان الميزان نضف على نظافتي انا كبمسح في ميزانتي اهي، فبقعد امسح كده لحد ما احس ان انا بدات ان انا اظبط الميزان كواجهه تكون محترمه كده شويه. طيب انا كده مرضي، شبه مرضي. طب انا عندي من هنا، لو انا عندي المؤشر ده ثابت يعني ثابت ومربوط واتجاهه على 7 كيلو والتمانية كيلو، طيب ولو جبت انا كفه او جبت طبق وعاوز احطه عليها مثلا، نفترض حاجه زي كده او ايا كان مثلا الطبق اللي انا هحط عليه، وجات اظبط من المؤشر اللي انا اتعودت عليه كده، لو قعدت هربط في المؤشر ده، هل هيوصل معايا لل 30 كيلو ولا ليه علاج؟ هو ليه علاج، بس انا هقول لك العلاج ايه بتاعه، بس اما اشوف هل هيوصل معايا ولا مش هيوصل معايا. الاول احط نقطه كده، اخلي الصاموله دي تمشي معايا حلو كده، ونحط الكفه الطبق مثلا بتاعنا، هنفترض هنحط الطبق ده ونربط كده، ونشوف الدنيا دي هتوصل معانا لايه. لا مش هيجي معانا، لانه هو اخر لفه مهما اربط ما بيلفش معايا. هو بيلف في الحبة دولت اللي هو قيمة 2 كيلو 3 كيلو، يجيبهم قدام، يجيب 2 كيلو ورا، يجيب 3 كيلو قدام 3 كيلو، بس عشان يجيب لك 7 8 كيلو يبقى معنتها ان انا هبدأ اعالجه من جوه، ان اخلي العقرب ده يلف كده اهوت من جوه واثبته على كده من جوه. ازاي بقى؟ ازاي؟ اول حاجة كده هبدأ افك الميزانة من الوش بتاعه الداخلي مرة تانية. وبص هنا عندي للعقرب هنا اهو، ابدا ان احنا نوضح شويه. طب ابدا ان انا افك الوش الثاني ده عشان النور يضرب الناحيه الثانيه ويبقى ظاهر معايا في الفيديو في الكاميرا هنا، يبقى ظاهر انا بعمل ايه من جوه الميزان. انا كل اللي هلعب فيه هلعب فيه هلعب في السوسته اللي هي الداخليه ده، هحاول اظهرها. شفت السوسته دي؟ ده تيرس اهو ماشي على تروس اهي، اهي التروس اللي بتعمل الصوت ده ماشي على تيرس داخلي من جوه من هنا اهو. استنى احاول ان انا اظهره اهو، ماشي على تيرس داخلي اهو، التيرس الداخلي اهو، اهو ده هو التيرس ده. ايه اللي بيحكم التيرس ده ما بين السن ده؟ المسمار ده، المسمار ده اللي بيحكم الليله دي كلها. لو انا هويت المسمار ده وعدلت العقرب ورجعت ربطت العقرب عليه، رجعت الدنيا زي ما كانت. يعني ازاي؟ يعني اول حاجه كده هدخل على المسمار، هيبقى ظاهر عندي هنا اهو، ههويه خالص. ههوي المسمار ده. اهوي بقى ممكن ببنسة، اهوي بايديا، ايا كان، واديله سنة بالمرة مزياتة كده ازيت الميزان من جوه بالمرة، لان يعني هو ليه نصيب ان هو يتفك عشان ازيته، لان نسيت لمؤاخذة ان انا ازيت الميزان بالمرة، فهتزيته كده. بعد كده اجرب بايدي بقى، ماشي معايا زي السلمون. اول ما جربته بايدي المسمار كله طلع في ايديا اهو، اول ما زيته المسمار ده وظيفته محبس للعقرب ده. شفت العقرب ده يا جماعه؟ اهو محبس ليه ان هو ما يخلوش روح. طب انا شلت المسمار ورجعت العقرب ورا، هل الميزان ده لو ضغطت عليه هيلف اهو ولا هيهز العقرب اللي عندي ده بسنتي؟ ولا هيهز العقرب. ليه بقى؟ لان المسمار ده كان زانق على العقرب اللي عندي ده، كان زانق على العقرب ده، فكان الترس بيمشي على الترس، فخليت انا اعمل ايه بقى؟ عند العقرب هنا اتعدل لوحده تلقائي، اللي بقى خد التقل بتاعه اللي هو من تحت ظبط نفسه على طول. انا اخليه على الوضع ده اهو، واقوم جاي مرجع مسماري مره ثانيه، رابط مسماري اللي هو طلع في ايديا اهو مره ثانيه، اقوم جاي رابطه ثاني مره اهو، بس اعدل العقرب اوديه على الترس بالظبط اهو، وكده اتجه ان هو مظبوط على المؤشر رافع لفوق تمام. قوم جاي واخد المسمار بتاعي زانق العقرب، وقوم جاي رابط المسمار بتاعه، وقوم جاي رابطه بالبنسة
ابص كده بقى من قدام العرب بتاعي واقف قدامه اهو، اجوزن كده اشتغل معايا اهو. ده اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه، لو عندي الميزانه دي ادوس هنا اهو ما بتوزنش، يبقى العيب في السوسته اللي من ورا ده، اهي اللي انا بربط على المسمار ده. ممكن يكون المسمار ده مع الزمن مع الوقت مع الهبد والرزع مع السطوح مع راميه في الزباله 10,000 مره المسمار ده يقع، هتلاقيه جوه انا اهو طالما الغطيان مقفول هتلاقيه جوه تركبه، او هات اي مسمار من المسامير كتير اهي، اي مسمار تشوف مسمار يركب على السن وتقوم جاي مركبه على نفس السن وتزنق بيه العقرب اللي هو عامل زي السوسته، بيبقى نفس الستايل دوت. يا جماعه احاول اشوف لكم انا عقرب هنا الزبون ظاهر معايا اهو، يعني احنا الحمد لله لقينا لكم اهو، لقينا لكم قطع غيارات اهي، ادي السوسته عندي دي اللي راكبه في الميزان اهي، اهي يا جماعه اللي راكبه فان اللي راكبه في الميزان، وده المسمار اللي انا بفكه، سيبك من المسمار التاني ده، ده المسمار اللي انا بفكه عشان ارجع الاهني، ارجع الـ الحاجه الداخليه اللي داخل ده عشان تزنق فيها، وده العقرب بتاعي اللي هو بيخلي المؤشر نفسه يطلع وينزل ليه سنون اهي، فده بيركب هنا اهو اهو كده يبدا يحرك ايه؟ يبدا لو ده هو متهوي شويه، المسمار ده لو متهوي شويه ده هيركب ويروح ويجي بالسهوله عندي ومن غير ادنى مشكله، وده المؤشر بتاع اللي بيركب هنا اهو، ده سن المؤشر اللي بيركب هنا اهو، بيطلع ايه؟ يطلع عندي العقرب ده اهو اللي هو ظاهر عندكم ومخفي جوه ده اهو، اللي هو ظاهر جوه ده اهو، ده اللي بيطلع هنا اهو اهو، ده مكانه اللي بياخد الكفه وينزل، ده اضغط عليه بالكفه يخلي المؤشر ده يروح ويجي اهو، شوفوا اهو حضراتكم لو انا لفيت من قدام كده المؤشر بيطلع وينزل اهو، وادي الترس اللي احنا بنتكلم عليه، وادي المسمار اللي احنا بنفكه ونهويه، وبعد كده نزنق المسمار دوت على ترس ونخلي فيه روح ان الترس ده يرجع لورا قيمه ملي او 2 ملي، ويبقى ما بينه ليه بقى؟ لان لو ضغطت معاه مع الوزن كتير هيهري الترس النحاس اللي جوه ده، فخلي فيه روح بس كده ان هو الترس يروح ويجي، بس مش روح ان هو يهرب التروس من بعضها، لا حاجه بسيطه كده يا جماعه في المسمار، واضغط كده لقيت الترس تمام وبيروح ويجي مع اخوه، خلاص مفيش مشكلة بربط على كده وانتهى الموضوع. طيب خلصت انا من موضوع التروس، اه خلصت من موضوع التروس، يعني اقفل ميزان، اقفل ميزانك يا باشا، قفلت ميزان ارجع الدنيا المجاريه اهوت، اقفل غطياني تاني اهو من دي، اعالج العقرب ده، عندي حتة بلاستيكة قطعة بلاستيك احطها، شلموه بوس شلموه ونشفه مثلا بنقطتين امير كده خليه ما يروحش ويجي ويلب، ماشي براحتك، عصاية اطلعها عود عصاية كده واحط والحمها هنا براحتك، معالق بلاستيك اقدر احطها واعالج منها براحتك، طب تعالى انا دلوقتي عندي معلقة بلاستيك اقدر اعالج منها، تعالى هاخد اول حاجة هكسر المعلقة من هنا كده اهو اهو، هيطلع معايا البوزين، اقوم جاي فاصل البوزين كده اللي عندي دلوقتي كده اهو، طلعت سلخه معايا اهيت، سلخه محترمه، اشوف السلخه دي عشان فيها شرخ من هنا اهو عشان ما تتكسرش معايا قدام، حتى عشان الزبونه ما تزعلش مننا، بقعد افصل كده واطلع السلخه دي، طلعت انا السلخه اهيت ولا فيها شرخ ولا فيها اي حاجه، واخد المقاس بتاعي اقصره شوي، اقصره من اهو، اخد المقاس برضو بتاعي، لقيت المقاس كده مظبوط، عاوز ارفع البوز دهوت من هنا او من هنا بقدر ارفعه اهوت، عامل زي البوز الابره من قدام اهو واقوم جاي انا مركبه بقى اهو، اخد المقاس اغير الميزان ده على حاجه كده اهو، طب هل الكاميرا هتقدر تجيب التصوير؟ تعالى نغيره كده اهو عشان يبقى باين اهو، واخلي اللحام بتاعي يكون عمودي، يعني المؤشر جاي كده خليه مع المؤشر جاي كده اهو اهو، طيب عشان لو عندي الميزان ده ما قدرتش افك الصامولة اللي فوق دهيت
ما قدرتش افكها وهحط امير عشان الامير ما ينزلش هنا، فبعمل ايه؟ بقوم جاي جايب منديل كلينكس، اي حاجه كده، كيسه، شنطه، اي اختراع بعمله اهو، او منديل كلينكس بحطه من تحت كده اهو، يبقى بعيد عن الميزانه بتاعتي. انا كده اتاكدت من هنا من المقاس بتاعي الاول، اشوف هل العقرب كده على اخر السن بتاعي من هنا على الحته هنا هيبقى مظبوط معايا انا كده على المؤشر، هيبقى مظبوط. اقوم جاي مرجع الكلينكس كده وجايب الانبوبه الامير بتاعتي اهي، وامشي مع الامير اهو، بس يا باشا، واحرك الكلينكس من ناحيه ثانيه كده. انا مسكته بنقطه امير، ايوه مسكته بنقطه امير. طيب ارجع الكلينكس تاني واجيب مثلا بقى طفي سجاير، اجيب فيل ابيض، اي حاجه اجيبها كده، واقوم جاي حاططها على الماده وعلى البتاع كده. اللي انا بستخدمه ده رايش اللي هو سن السكاكين، الرايش لما بتيجي تسن السكينه بيبقى ده الرايش بتاعه، ده انا بستخدمه عشان بيمسك معايا الحاجه مع نقطه امير، بيمسك معايا الحاجه زي الصلب كده يا جماعه. فبنصح بيه محلات الموازين برضو لما بيعوزوا يلحموا حاجه او حديد في حديد او بلاستيك، فبيستخدموا الرايش ده. الرايش ده بيساعد كتير في اللحام اهوت، تمام. بعد كده انا خلصت والعقرب بقى معايا كده تمام، بقت كده تمام. تعالى نعدل كده ونشوف دنيتنا، بسم الله. طيب انا بقى معايا العقرب اهو، هل انا اقدر ممكن اشوف منه، انا شايف منه واقدر احدد منه بالنقطة السمراء ده؟ طب بس غيري ما يقدرش يشوف منه، بس غيري ما يقدرش يشوف. هلونه بقى، هبدأ الون العقرب، بس هلونه باحترافية ان انا ما ادخلش اي حاجة هنا على الشاشة بتاعتي. طيب اعمل ايه؟ اول حاجة كده بقوم جاي المنديل الكلينكس بتاعي بقوم جاي حاطط عليه كده، ومضحي وجايب منديل كلينكس تاني اهو، كده ركبت مندلين كلينكس. قابل لي ايدي نقطة مية، قابل لي ايدي نقطة مية، واخدم بالكلينكس على بعضه كده ومن فوق كده شوية مية بس، اخدم بالكلينكس عليهم اخدمه على بعضه كده كده انا خدمته تمام. اخد اللون بتاع اللي انا هرش بيه، هل ممكن اخليه لون بقى محترف غير اللون اللي بره؟ اقدر اخليه زي ما انا عاوز، يعني مثلا اخليه لون تاني، هنخليه مثلا لون اخضر خليته لون اخضر اهو، اشيل بقى الزياده ده اهو، واقوم جاي شادد المنديل بتاعي كده كده تمام تمام. اصبر بقى ثواني كده لحد ما ينشف. طيب انا سيبته ينشف معايا، سيبته ينشف اهوت، ثواني قيمه ثواني، خلاص كده نشف. سواء انا لونته بنفسي بخاخه بلون واحد، بس انا عشان عندي لون مثلا اخضر ولون ازرق، فانا شكلت. انت ممكن لون واحد لو حبيت ان انت تعمله، والبتاع العقرب اللي انت لحمته ده شفاف، فتقدر تحط اي لون او نفس اللون واحد، فعادي ما فيهوش ادنى مشكله. طيب تعالى بقى نشوفوا الميزان ده ازاي هنجددوه تجديد، يعني كانه لسه جديد طالع من الكيستو. تعال اول حاجه بجيب العقرب بتاعه الالومنيا، القطعه الالومنيا اللي هي كانت جايه معاها اهيت، هو راكب كده. تاني حاجه زي ما شرحت لحضراتكم، البلاستيكه بتاعته بايظه، البلاستيكه بتاعته بايظه، مش موجوده عند بتوع موازين، مش موجوده خالص، مش مشكله، مش عاوز تتعب نفسك ولا تسال عليها برده، مش مشكله. هروح لاي واحد بتاع ازاز هديله الطوق ده، هديله الطوق الالومنيا اللي كان راكب عليها ده الطوق ده، هخلعه كده، هشده كده، واروح لواحد بتاع ازاز هيركب لي لوح ازاز عليها مدور زي ما احنا مركبينه لوح ازاز اهوت، بسبعة جنيه بس. صح القيمه من جوه، من هو الالومنيا ده من جوه كده، من القش والتراب والعفره ديت اهو، هرجع بعد كده هجيب شنطه اهو،
ادي الشنطه. شنطه اشوف على جنب كده ما يكونش متخرم فيه، ما يدخليش بوهيه جواه. اهو واقوم جاي مقفل العقرب بتاع الالومنيا ده على الشنطه. تمام. سكينه بقى، اي حاجه اقطع بيها الزياده ده، وقطر اي حاجه اقطع بيها الزياده بتاعتي. بس خلاص ارجع مجله اللحام بتاعتي، بطلتها تمام. اقدم الجرنان ده شويه كده عشان ما يعص حاجه. اول حاجه كده ومبدئيا ابدا من تحت، واجيب بخاخه بقى لون ازرق، عاوز اخليها لون احمر، اي لون عجبني اجيبه. اهو تمام. طيب اعمل الكفه دي الاول عشان ما تعصنيش برضو. اهو وبعد ما سيبته ينشف كده يا جماعه، اهوت مهما المس فيه خلاص هو نشف كده، بوهيته نشفت. هي 5 دقايق 10 دقايق، انا لقيت عندي لون بخاخه فضي بعد ما شلت الورق الجرايد ده ونضفت مكانه كده. دهنت ده يكون بنفس اللون بتاعها الالومنيا، يبقى نفس اللون كده. بجيب اللوح الازاز بتاعي اللي انا بروح عند بتاع الازاز بركبه عليه، اهوت اللوح الازاز اهو، واهو بعد كده بركب اللوح بتاعي، امسح دهوت بالمرة. كده انا ركبت اللوح الازاز بتاعي. الكفه بتاعتي بقى بختار لها مثلا ايا كان، مثلا عندي طابق، عندي كفه غويطه، عندي كفه عريضه، على حسب اي كفه. بتبقى كفات ميزان، الكفه دي صغيره شويه احط لها مثلا كفه كبيره زي كده. ادي الميزان يا جماعه بكفته الكبيره، حموله 30 كيلو. عاوز اظبط الميزان من على حسب الكفه، بيقف المؤشر معايا على 30 كيلو زي ما هو ظاهر لحضراتكم كده. اقدر احدد المؤشر والعب في المؤشر من الزرار اللي انا حددته ده. لو جت اوزن مثلا كيلو، بسم الله عندي الكيلو كيلو مظبوطه اهوت يا جماعه. وبكده يا جماعه قدرنا نصين ميزان زي ده، سهل جدا صيانته. ازاي اقدر اصينه بكل سهوله؟ ازاي اقدر اجدد ميزان زي ده بكل سهوله؟ طبعا احنا فاكرين الميزان، الميزان قدام حضراتكم اهو، ميزان تقيل وليه قيمته بصراحه، وما يتعودش وما يتجابش النهارده وفي الوقت ده. فانا لو عندي ميزانه قديمه بنفس المواصفات اللي احنا شفناها دي، لو عند ايا كان، لو خرده، لو ميزانه خرده، تعالى وهنصلحها وسيب تعليقك وهنقول لك هتعمل ايه لو فيها اي حاجه. بس مش هيكون فيها اكتر من ان ميزانه زي دي بقى لها ازيد من 10-15 سنه مرميه على سطوح ولا مرميه في مكان، وبنفس المنظر اللي انتم شفتوه في بدايه الفيديو ده. واحنا عملنا الميزانه دي فخدت مننا في وقت الفيديو قد ايه؟ 10 دقائق 15 دقيقة ربع ساعة. بس رجعت ميزانة تقعد معايا كمان 10 سنين قدام، ولا هحتاج لأي موازين ولا هحتاج لأي حاجة، بدون تكلفة بدون مجهود. كل الفكرة إن أنا كلفت أنبوبة بخاخة حسب اللون اللي أنا عاوزه ب 15 جنيه، لوح إزاز ب 7 جنيه، زيت مسمارين ب 2 جنيه ولا ب 3 جنيه، يعني تكلفة الحوار ده كلته 30 جنيه. خليت ميزانة جديدة زيرو من غير أدنى أي مشكلة. ولو في أي استفسار أو في أي تعليق سيبونا تعليقاتكم، سيبونا استفساراتكم، وهنرد على حضراتكم ان شاء الله. ونشوفكم على خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين.